حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج أهل الدار. اليوم ضيفنا مميز، كرس حياته في خدمة أفراد المجتمع، وضع العديد من البصمات على الساحة الإماراتية، عضو فعال في جميع المبادرات التي تهم خدمة أفراد المجتمع ومنطقة العين بالتحديد. خلوكم ويانا علشان نتعرف على ضيف حلقتنا. حياكم الله مشاهدينا في القسم الأول من حلقة برنامج أهل الدار مع سعادة الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، العضو السابق في المجلس الوطني. حياك الله سعادة الشيخ الدكتور، طبعا رحب فيك في هذه الحلقة، تشريف لنا أن نجري معاك هذا الحوار. مرحبا وسهلا، وحنا نرحبكم هني اليوم في مدينة العين منطقة اليحر، ونرحب بتهزون في جيرة وبالفريق كامل، وعلى اهتمامكم بكل ما يتعلق بالمجتمع وكل ما يتعلق بأهل الدار، ونشكركم على هذه الزيارة. الله يحفظك يا شيخ. طبعا في بداية الحوار نبغي نتكلم، طبعا نحن نعرف عنك ونعرف مسيرتك، لك باع طويل في خدمة أفراد بلدك وأفراد المجتمع. نبغي نعرف عن سالم بن ركاض العامري، فكيف يعرف عن نفسه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا أعرف عن نفسي اللي هي نقول بداية حياتي تقريبا. إحنا يعني عشنا في مدينة العين، وبالتحديد في منطقة اليحر. منطقة اليحر هذه تبعد عن وسط مدينة العين تقريبا 25 كيلو. هذه منطقة يعني هي جزء تمزج بين الحضارة والبداوة، يعني قريبة من وسط العين أيضا، وبنفس الوقت هي لها علاقة في البداوة مرتبطة، لأن المنطقة أيضا منطقة تعتبر في ذاك الوقت، في لما نتكلم وقتها أنا نشأتي يعني في السبعينات، منطقة يعني مرتبطة بالبداوة كثير يعني، وبعدين في مرحلة لاحقة الزراعة. فعشت أنا في هذه المنطقة، عشت طفولتي. طبعا من حسن حظي احنا يعني تقريبا يوم في السبعينات، في السبعين 71 اللي هو طبعا قيام الاتحاد، والحمد لله التطور في الدولة، وبدا يعني التعليم يعني ياخذ يعني متقدم شوي، فتم انشاء مدرسه في المنطقه اللي احنا فيها، منطقه اليحر. ومن حسن حظي ان احنا يعني اول ناس مجموعه درسنا فيها، فدخلت صف الاول في هذه المدرسة كأول مجموعة دخلنا الصف الأول. نعم. فكان طبعاً لو ما كانت المدرسة هاي موجودة كنت أحتاج أني أروح للعين تقريباً يومياً 30 كيلو رايح وراد. ودرست فيها وعشت طفولتي يعني قريب أيضاً من بداوة، من البوش، ومن أيضاً منطقة عدها فيها زراعة وفيها النخيل والدراسة. وكنت أيضاً في طفولتي يعني تقريباً في درست صف الأول، صف الثاني، صف حتى وصلت صف السادس مرحلة البدائية. بعدين انتقلنا إلى المرحلة الإعدادية. المرحلة الإعدادية هذه في مدينة العين، وسط المدينة، في مدرسة اسمها مدرسة معاوي الإعدادية، وتحقت فيها. وهذه الفترة أيضا كان ارتباطنا كثير في المجالس، ارتباطنا يعني في مع الأهل في المنطقة، لأن تعرف ذاك الوقت احنا نتكلم في السبعينات، وسائل التواصل ما كانت موجودة. صحيح. أيضاً القنوات التلفزيونات ما كانت كثير متوفر، يعني تكون قناها وقناة واحدة تلفزيونية وقناتين فقط، وحتى يعني مش كثير الناس يعني يتابعونهن، ولذلك وسائل التواصل الحين اللي شغل الناس ما كانت موجودة. فلذلك احنا كنا ندرس بعد الدراسة دائماً مع الوالد ميلسه يعني في منطقة اليحر، وبحكم أنه شيخ قبيلة العوامر، فكانت الناس يجونه عنده يعني أمور اجتماعية والزيارات، أمور يعني اجتماعية على مستوى القبيلة وعلى مستوى المنطقة. فكنت أنا دائماً هو حريص أني أحضر معه، يجي معه، وما كان شيء يشغلني بعد الدراسة، ما عدا يعني الظهر ممكن الواحد يخلص واجبات حتى العصر، وعقب أكون معه يعني في نفس الوقت في الميلس. وهذا المرحلة هي استفدت منها كثير، يمكن الحين يفتقدونها كثير من الناس، لأن الحين كل واحد مشغول بالتلفون، مشغول بالتلفزيون، مشغول في نفس الوقت. في طفولتي أيضا كنا هذاك الوقت كانت أيام كرة القدم، كرة القدم كان يعني الكل يلعب كرة قدم، يعني الصغار السن على مستوى الحارة، على مستوى المدرسة يعني. يوم فكنا العصر نتجمع احنا في الحارة يعني منطقتنا، ونروح مكان مثلا قدام، اتذكر المدرسة كان في باركنات، فالباركنات العصر تكون ما فيه سيارات اصلا، فنلعب فيه. بعدين طورنا هذا الملعب ونلعب فيه، نتجمع فيه ونلعب،
وذاك الوقت طلعوا يعني ناس بعدين دخلوا في نادي العين يعني، بس انا كانت هوايه عندي. فكنا نقضي وقتنا ايام الطفوله في هذه الاشياء اللي هي الدراسه، بعدين اللعب. هذه هوايتي كانت العب مع الشباب كرة القدم. احنا نتكلم عن سن 12 13 14 و10، وبعدين الحضور في مع الوالد ونروح العزبة، وهذه الحياة يعني تقريبا. جميل جدا. كان حلمك انك تكمل الدراسة، ان تكمل دراسة وانك تتخرج من المدرسة الثانوية. كلمني عن يعني خلينا نقول ما بي اقول مطبات، ولكن يمكن هي محن عصرت فيها حياتك، اشياء كنت انت تتمنى انها تستوي او تحققها وما تحققت، شو السبب وكيف جت القصه؟ هي انا مثل ما قلت لك، بعد انتقلنا الى المرحله الاعداديه. المرحله الاعداديه انتقلت انا ادرس في وسط مدينه العين. طبعا دوله الله يرحمه البخور الشيخ زايد، وكان يعني مهتم بالدراسه، موفر كل شيء للطلاب الدارسين، مواصلات وكل شيء متوفر وكل شيء موجود، بحيث انك انت تدرس يكون عندك الرغبه انك تدرس. والدراسه في ذاك الايام طبعا كانت ايضا مستوى عالي، لان احنا عندنا ناس يجونا من الدول العربيه ومتميزين ويدرسونا ومهتمين فينا، فالحمد لله يعني كانت فرصه لنا طيبه، وما كانت المدارس مزدحمه كثير يعني، فحصلنا فرصه في الدراسه فرصه جيده. عندما وصلت كملت في المرحله مدرسه معاوي الاعداديه حتى كملت ثالث اعدادي، بعدين صار عندي الرغبه في اني بحكم انا مع الوالد اشوف الناس الكبار وخلاص حبيت اني اشتغل اروح يعني ادخل القوات المسلحه. فطبعا عرضت الموضوع على الوالد وقال لي شو رايك لو تكمل وبعدين تروح. قلت له والله انا عندي مره الرغبه اني لازم اروح للكليه. كانت عندك الرغبه انك أيوه. تروح الكليه على اساس اني احس اني كبرت واحس اني كبير واني اكون فاعل في المجتمع. هذيك الساعه يعني اني انتقل من مرحله الدراسه الى مرحله العمل. بعدين الحمد لله توفقت طبعا ودخلت الكليه العسكريه. وذاك الايام ايضا حب انبه يعني المقبول للشيخ زايد وقيادتنا رشيده كانت مهتمه بالقوات المسلحه ومهتمه انها تاهل الكوادر الوطنيه، فكان كليه زايد العسكريه الحين معروفه او الكليات كلها تقبل الثانويه فقط. صحيح. وبعدين يختارون بعد افضل الناس يروحون. صحيح. بذاك الوقت كان نفس المهتمين، لكن كان في استثناءات. يعني اليوم دوره مثلا انا الدور اللي دخلته الدور السادسه، طيب سبقتنا الدور الاولى والثاني والثالث والرابع والخامسه، احنا السادسه يعني تعتبر من الناس اللي في بدايه الحياه العسكريه. نعم. في بدايه العسكري في الامارات. فكان الثانويه يدخلون بعدين يبقى يريدون يكملون، لازم يكملوا العدد. نعم. فياخذون من الطلاب الجيدين اللي هم من اول ثانوي وثاني ثانوي وثالث ثانوي هو طبيعي حتى ممكن ثالث. فلذلك كان انا استثناء اني دخلت الحمد لله. نعم. فحصلت هذه الفرصه ودخلت الكليه العسكريه واستمريت فيها. فكانت اللي بخاطري الدراسه ما كملتها. نعم. وبعدين كملتها طبعا. اكيد. يعطيك الصحه والعافيه. طبعا ابغي اسالك عن اصدقاء الطفوله، اصدقاء الدراسه، وين كنتوا تتجمعون؟ كيف كان هو لعبكم؟ كيف كانت هي مؤازرتكم لبعض؟ يعني تطلعون مع بعض، تيون مع بعض؟ خبرني عن هالملامح ايام طبعا الزمن الجميل، زمن الطيبين، خليني اقول اذا صح التعبير. كيف كانت حياتكم؟ كانت حياتنا يعني زينه وسهله وبسيطه ومش معقده. كنا نتلاقى طبعا عاده اللي في المنطقه الشباب يعني، واصدقائي يعني لا زالوا الحين اصدقائي يعني. كنا مثل قلت لك يعني بعض الجزء من العصر لعب الكوره، بعض مرات بعض مرات احنا في نهايه الاسبوع ممكن نطلع رحله في البر. نعم. يعني نطلع احنا نتواعد مع بعض ونطلع نقول بنطلع في البر يعني في ارواحنا، ونشل مثلا ادوات الطبخ والزاد وندبح لنا ذبيحه ونقعد نسولف فيها ونطبخ ارواحنا، نطبخ يعني الشباب اللي يعرفون يعني واللي ما يعرف يتعلم. وبعدين نقضي هذاك اليوم يكون انا يعني في ذاكرتي هذيك الايام من احسن الايام، لان نكون مع بعض ونكون ادواتنا ونشتغل ارواحنا، واخر شيء نجهز هذاك كنا وناكله ونقعد نسولف. وهذه وحده. طبعا الشيء الثاني بعض المرات وسائل التواصل موجوده، كنا بعض المرات وسائل النقل قصدي، بعض المرات كنا نتفق ونركب سياره وسيارتين ونروح مثلا دبي
نروح الشارقة. ذيك الأيام كان نادي النصر يعني. نعم. كان الوصل والنصر. لا كان النصر. النصر كان فيه اتذكر في ذاك الوقت كان فيه صالة خاصة بالثلج يعني. نعم. وكان فيه نوع يعني شوي يعتبر أكثر الأندية متطور ذاك الأيام النصر يعني في بدايته. فكان فيها وسائل ترفيهية في النادي. فكنا بعض المرات في الشهر مرة أو الشهر مرتين نروح هناك ونروح تزلق على الجليد هناك لأن في صالة. نعم. وتذكر هذه طبعا. وكان الشباب كثير ندعين يروحوا لها ذيك الأيام. احنا نتكلم في تقريبا في نهاية السبعينات يعني. يعني هذا الوقت نهاية السبعينات. فكان نادي النصر ذيك الأيام أتذكر أننا كنا نروح لها أربع مرات خمس مرات طبعا خلال الفترة ذيك. وباقي الأيام نكون في المنطقة أكثر شيء يعني. نعم. فطبعا الشيخ إذا تبت تسأل أي طفل شو حلمك أو شو طموحك بيقول لك والله أنا أبغي أستوي طيار أو مهندس أو كذا. فشو كان حلم سالم بن ركاض العامري أيام الطفولة؟ شو كنت تحلم؟ شو كنت تطمح أنك يوم الأيام وين تكون؟ احنا طبعا أبو شيء أريد أؤكد أركز على النقطة أن احنا محظوظين ينا في عصر فيه التعلم يعني. ويعني التحقنا بالتعليم بداية حياتنا. ومثل ما قلت لك أن يعني افتتاح هذه المدرسة وأنا كنت من الناس اللي أول الناس اللي اشتركوا في هذه المدرسة في منطقة الريحة. فكان طموحي أني أدخل في العسكرية. نعم. والجيش ذيك الأيام وحتى الحين يعني مرغوب فيه والناس يحبونه والشيوخ يشجعون. مغفور للشيخ زايد دائما يحب يعني شباب الوطن يتحقون في القوات المسلحة ويتدربون يتعلمون لأنه كانت يعني ماخذ حيز كبير من اهتمام مغفور الشيخ زايد. لذلك اليوم احنا نجد أن قواتنا مسلحة من في أعلى المستويات على مستوى العالم. فكان هذا طموحي الحمد لله وتحقق وتميت يعني فترة طويلة في العسكرية. جميل جدا. خليني نتكلم معاك عن نحن موجودين في عزبتك الخاصة. طبعا أنت منذ الصغر تحب يعني روح البداوة وحياة البداوة وحياة الأوليين ما زالت متجذرة في يعني خيالك وفي حياتك. حبك للبوش والحياة الطبيعية كيف توصفها لي؟ والله أحب هذا يعني أصل يعني مؤصل فينا لأن مهنا ويعني حلالنا هذا أساسا يعني مخلف علينا وتعودنا عليه من عندنا صغار ونحس أن يعني من عشنا في طفولتنا والبوش يعني قريب منا يعني. يعني حتى ذيك الأيام كانت العزبة قريب من البيت بجنب البيت يعني. صحيح. يعني 100 متر أو 200 متر فانتها قريبة جدا. فلذلك هذا القرب يعني خلاه موج محبة يعني متراكمة. أكيد. ومستمرة. ومعنا يعني فترة العمل في القوات المسلح كنا نسافر وكنا نروح وكنا بعيد لكن عندما نرجع يعني في منطقتنا دائما مع حلالنا ونتابعه ونشوفه. وهي يعني منطقة العين أيضا مشتهرة في أنها محبة للهجن وللركض وللبوش بكل أنواعها. أكيد. طبعا سعادة سالم بن ركاض العامري نحن سعيدين في لقائنا معك في حلقة وبرنامج أهل الدار. ولكن مشاهدينا مكملين طريقنا ولكن في قصة بعد الفاصل. خلكم ويانا. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد من بعد الفاصل ومكملين مع سعادة الشيخ الدكتور طبعا سالم بن ركاض العامري. مكملين حوارنا معه ومثل ما وعدتكم قبل الفاصل في قصة. أكيد هالقصة معاك سعادتك بتحدثنا عنها. بدايتك مع المجلس الوطني طبعا أنت نلت على كم كبير من التصويت في دخولك اللي هي المجلس الوطني وهذا سجل لك كبصمة بصمة تميز على الساحة الإماراتية. يا ريت تحدثنا عن ملامح هذه القصة. نعم. طبعا احنا يوم دخلنا المجلس الوطني والانتخابات كان في يعني اهتمام من القيادة الرشيدة واهتمام بالانتخابات وان الانتخابات هذه يعني مهمة للوطن لازم الناس تشارك فيها. من هذا الباب أنا يعني اشتركت في الانتخابات اللي هي كانت في سنة 2011 و...
واشتركت عن إمارة أبوظبي. نعم. ودخلنا الانتخابات الحمد لله، وكان هناك تشجيع من قبل الجماعة ومن قبل كثير من المجتمع اللي يعرفوني، وتوفقت الحمد لله، والله وفقنا وحصلنا على أعلى تصويت، ونشكر الناس اللي صوتوا لنا. واشتركت في المجلس، وكنت مهتم في الجانب، دخلت يعني في المجلس، أخذت يعني القطاع الصحي، قطاع وزارة العمل، وقطاع التوظيف والتعليم أيضا، كنت مهتم كثير بالتعليم، وهذه الأشياء ركزنا فيها واهتمينا فيها، واشتغلنا مع الإخوان الأعضاء يعني من كل الإمارات، والحمد لله أعتقد يعني أن قدرنا نسوي حسب النظام الموجود في المجلس الوطني. وكان من ضمن طبعا الأشياء اللي تذكرها أن زرنا إمارة الفجيرة، وزرنا هناك مستشفى إمارة الفجيرة الكبير ما شاء الله، شرفت ونورت، واللي قدم خدمات للمنطقة كلها، وشفنا مدى التطور والتقدم في إمارة الفجيرة، كل الخدمات من جانب التعليم، من جانب الصحة، من جانب البنية التحتية كانت متوفرة، القطاع أيضا السياحة، وهذا يميز إمارة الفجيرة في السياحة. وأيضا كان زرنا المكان المخصص لتشجيع التوطين والتوظيف وهكذا، وكانت هذه أشياء من الأشياء اللي تذكرها. جميل جدا. إحنا في قسم الحياة المهنية والعملية في حياتك، خلينا نبتدي مع يعني أول المناصب اللي توليتها أو أول الأعمال اللي اشتغلت فيها، وكيف كانت بداياتك المهنية؟ أنا طبعا مثل ما ذكرت، بعد وصلت مرحلة من الدراسة، بعدين حبيت أن ألتحق بالكلية العسكرية، التحقت بالكلية العسكرية، وتعتبري تعليم أكاديمي عسكري وأيضا تدريبات عسكرية، وكان وهذا تحدي لي فرصة يعني أني طلعت لمجتمع آخر. نعم. وفي يعني شباب من كل دولة الإمارات، من كل الإمارات يعني. نعم. فلذلك طرح يعني كانت فرصة لي أني احتك بالناس هذه لو تعلم منهم، والثقافات والطبايع والعادات. نعم. يعني قبل في مرحلة الطفولة تعرف الواحد مرتبط ببيته ومدرسته ومنطقته، لكن لما دخلت العسكرية ودخلت الكلية العسكرية اختلطت بهذه المجموعة الكبيرة، وانضميت في الجيش، واستمريت يعني فترة طويلة يعني تقارب يعني 29 سنة. نعم. وخلال هذه كان اهتمام من قيادتنا الرشيدة بالقوات المسلحة وتطويرها، وطبعا لذلك احنا تحتنا الفرصه ان رحنا بعثات خارجيه مثل بعثه اللغه الانجليزيه لبريطانيا. نعم. لمده سنه. ذيك الايام كان صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد مهتم بتطوير الكادر العسكري. نعم. وتثقيفه وتعليمه اكثر، ولذلك استفدنا من هذه المرحله، ورحنا ايضا بعثات خارجيه في دول عربيه مثل الاردن ومصر، وبعدين خارج على المستوى العالمي في الصين مثلا، قعدت مده سنه، وكلها استفدنا فيها وخدمنا واحتكينا بمختلف الناس في القوات المسلحة، حتى وصلت رتبة عميد، وبعدها تقاعدت من القوات المسلحة، ومثل ما ذكرت قبل شوي التحقت بالانتخابات في المجلس الوطني الاتحادي. أكيد طبعا نلت مؤخرا طبعا الدكتوراه الفخرية، يا ريت لو تحدثنا عن خلاصة قصتك مع الدكتوراه الفخرية وكيف نلت على هذه الشهادة. أول شيء أحب أنا يعني أكد عن العمل لازم يستمر. نعم. يعني ما في حي يتوقف، يعني اليوم راح في المجلس بعدين طلع من المجلس يظل يعني موجود في المجتمع، يشتغل يجتهد عشان هذه بلده، ولازم يخدمها ويخدم مجتمعه. نعم. فكنت حريص على العمل التطوعي، الفعاليات اللي تخدم المجتمع، اللي مثلا المشاركات اللي تفيد الدولة وتفيد أيضا مجتمع دولة الإمارات في كل إمارات الدولة. صحيح. لذلك أيضا هذا العمل وقع لي الاختيار من اللجنة المختصة بمنح الدكتوراه الفخرية. نعم. وأعطونا هاي الدكتوراه اللي هي التطور في الخدمة المجتمعية والشراكة. نعم. المجتمعية، دكتوراه فخرية. نعم. وهذا أنا اعتز فيها وافتخر فيها السنة الماضية. السنة هذه أيضا حصلت على سفير التطوير وتطوير وتنمية المجتمع. نعم. وهذه يعني أيضا دولية وأنا أفتخر فيها وأعتز فيها. وأنا مثل ما ذكرت لك قبل منضم إلى جمعية الموازنة الإماراتية لأمراض السرطان. نعم. وتم اختيار رئيس لهذه الجمعية، وقاعدين نجتهد ونعمل
بدعم هذا المرضى اللي هم مصابين بالسرطان بكل الجوانب، سواء الوقاية، سواء الدعم النفسي، متابعتهم، أيضا نصح الناس كيف يمكن يقوموا بفحوصات معينة حتى تقيهم هذا المرض. وهذه مشاركات مستمرة، وأنصح كل الناس اللي عندهم وقت أنهم يشاركون. فعلا أنا أول ما دخلت مجلسك سعادتك لقيت البروشورات هذه لحملات التبرع بالدم، هذا دليل على حرصك على المشاركة والمثابرة في تواجدك دائما ودوما في مثل هذه المبادرات التطوعية لتخدم أفراد المجتمع. كيف تمثل لك هذه المبادرات، وما هي الرسالة اللي تريد توصل منها رسالة إلى المجتمع ككل؟ هذه قبل أسبوع تقريبا في هذا المكان كانت فعالية كبيرة، والهدف منها احنا شفنا في ناس يعني من الموجودين هنا سواء مواطنين أو مقيمين، عرب وغير عرب، هم دائما الناس يتبرعون لبنك الدم ويتبرعون بدمهم على شهرين على 3 شهور هم يتبرعون، وهذا يعني يفيدهم صحيا، وهم أيضا يشجعون غيرهم. وهذا الدم طبعا يروح للناس المرضى، في ناس مرضى يحتاجون كل شهر يتبديل دم كامل، في ناس يحتاجون 10 أيام، حد يحتاج 3 شهور، الحوادث، المرضى، هذا يحتاجون بشكل عام. وطبعا الدم الحين الدولة يعني هو اكتفاء ذاتي موجود الحمد لله. الحمد لله. فهذا الناس حبينا أن نسوي لهم لفتة وأن نكرمهم، فيبنا اتفقنا كجمعية مع بنك الدم في مدينة العين، وخذنا كشوفات الأسماء اللي تبرعون بشكل دائم من كل الجنسيات، ويبناها مني سوينا فعالية واحتفال وتقدير، وقدمنا الشهادات والهدايا، وكان هذا محل تقدير لهم. وأيضا هذا يمثل له شكر من المجتمع لهذا للناس. وأنا أعتقد هذه الفكرة راح تستمر إن شاء الله، وراح نختار بعد شهر أو شهرين مجموعة أخرى ونشجعهم، وأيضا إحنا نشجع على الناس تبرع بالدم، وكنا الحمد لله نتبرع بهذا يعني لدولة الإمارات وللمرضى يعني. أكيد أكيد. طبعا نحن في شهر يناير في بداية عام 2019، عام التسامح، الكثير من المؤسسات الحكومية والخاصة يعني على هبة الاستعداد للمشاركة بمبادراتها وفعالياتها في عام التسامح، ولكن كونك كشخصية ويعني خلينا نقول رمز من رموز الدولة الإماراتية، ما هي كلمتك أنت في عام التسامح؟ شو المقولة اللي تحب تقولها في عام التسامح؟ أحب أقول أن هذا التسامح يعني الحمد لله متأصل في دولة الإمارات، ومتأصل في قيادتها، وأسسه المقبول للشيخ زايد بن سلطان، كل كلماته تدعي للتسامح، وكل أعماله وكل علاقاتنا مع المجتمع الداخلي والخارجي هي يعني أساسها التسامح. أكيد. ولذلك هذه مدرسة، يعني المدرسة هذه انتقلت لأبناء الشيخ زايد والحكام دولة الإمارات والشعب دولة الإمارات، وهذا نمط. واليوم والسنة هذه تسمى باسم التسامح، أنا أعتقد أن هذه في مكانه، والناس أيضا لازم أنها تحط في بالها أن هذا التسامح يعني موجود عندهم، لكن لابد أن يكون بعد يهتمون فيه ويقدرونه، مشان نزرعه في أبنائنا أيضا حتى أكيد. نتأكد أنهم يكونوا متسامحين فعلا مع نفسهم، مع المجتمع، مع الجنسيات الأخرى، مع المجتمع الخارجي. ولذلك احنا ان شاء الله مبادرة هذه اللي قبل شوي تكلمت عنها هي مبادرة السفارة على الدم. الناس هذه اللي تبرعوا بالدم بشكل دائم من جنسيات، يعني لو حضرت تقريبا 50 جنسية حضروا عندنا. نعم ما شاء الله. وهذا يدعى يعني ان الامارات يعني لو ما كان فيها التسامح وكانت فيها المحبة كان هذه ما تبرع بالدم. فعلا وجود اكثر من 200 جنسية. فلذلك هذه اللي اعطيناهم اسم سفراء بنك الدم. جميل. وراح يتم. طبعا في مبادرات اخرى ان شاء الله تتم في هذا العام. واعتقد كل الجهات مستعده لهذا الفعاليات، واحنا ان شاء الله مستعدين. اكيد. طبعا لك باع طويل في العمل الميداني سعادتك، يعني اذا صح التعبير ما شاء الله نشوفك دائما متواجد في كل الميادين لخدمه افراد المجتمع ولخدمه يعني الناس بشكل عام، سواء كاعمال تطوعيه او كمبادرات او فعاليات. برايك انت الكلمه التي يوجهها سعاده الشيخ الدكتور سالم بن ركاب العامري إلى شباب الوطن اليوم وإلى سواعد شباب الوطن الذين يتواجدون في ساحة القتال، ما هي الرسالة أو ما هي الكلمة التي تحب يعني أن تهديها إياهم؟ والله هذه لهم يعني الناس تفتخر فيهم، قيادة تفتخر فيهم، مجتمعي يفتخر فيهم، هم يعني حماة الوطن.
هم الناس اللي يعني أمن الدولة وأمن ودعم يعني الصديق يعني معتمد عليهم. لذلك يعني هم قواتنا المسلحة يعني تسطر يعني للتاريخ يعني شيء يعني كبير نفتخر فيه وراح يفتخرون فيه الأجيال القادم والقادم والقادم ويصل لهذا في تاريخ دولة الإمارات بأنهم يعني ضحوا بأنفسهم وضحوا بدمائهم وضحوا بأموالهم لنصرة الحق. أكيد ليس غير نصرة الحق. وإحنا دائما نعرف أن دولة الإمارات وقيادتها لا تذهب لمكان إلا للدعم وللمساعدة ولرفع مستوى الإنسان اللي تحاول ترفعه في دولة الإمارات ترفعه في أي مكان تكون متواجدة فيه. لذلك نجد أن شباب الوطن يقدمون أرواحهم، كذلك يروحون في أماكن خطر يقدمون مساعدات. اليوم الهلال الأحمر الإمارات يقدم مساعدات في مناطق متضررة، مناطق فيها خطر، فيها مهددين بالموت، لكن هذه الشباب اللي هم الشبابنا يروحون هناك ويقدموا الخدمات في أماكن فيها خطر عدم الأمن، وعشان بس يقدمون مساعدة لهذه الدول، وهذا مثال يعني موجود في كل دول العالم. أكيد أكيد هذا نهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد الله يرحمه. هذا النهج اللي دائما نحن سايرين عليه، يد زايد الخير، يد زايد البيضة اللي امتدت حول بقاع الأرض بالخير وبالطيب لكل يعني العالم. طبعا نحن مستانسين معاك سعادة الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العمري، مستمرين معاكم مشاهدينا، ولكن بنروح لفاصل وراجعين، خلكم ويانا. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد ومكملين مع سعادة الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، مساك الله بالخير من جديد. مساء النور، يا أهلا وسهلا، حياك الله. نحن حاليا في هذا القسم الأخير من حلقة برنامج أهل الدار، نتكلم مع ضيفنا عن حياته العائلية. فيا ترى كيف هي كانت حياتك، وطبعا يعني الأيام اللي قضيتها مع الوالد والوالدة؟ الله يحفظك يا ربي. وهذه احنا في منطقة يعني في مدينة العين، وهي يعني قريبة من وسط المدينة، وأيضا لها ارتباط في وسط المدينة والحضارة وفي البداوة وفي الجانب الزراعي. فهذه المنطقة يعني فكنا يعني نرتبط بكل شيء، يعني البداوة والحضارة والزراعة مع بعض يعني، وطبيعة مجتمع الإمارات بحكم الازدهار، فصار يعني ملم بكل هذه الأمور. فالوالد طبعا عائلة ممتدة، عائلة احنا عائلة كبيرة، فاحنا ارتباطنا يعني مع بعض ارتباط بشكل يومي وشكل اسبوعي، وفي الميالس، ميالس العائلة والميالس على مستوى اكبر. وكنت دائما الوالد حريصا على الامور الاجتماعية وعلى التعليم، يعني التعليم يعني دائما مهم عنده، يعني لازم الواحد يتعلم، لازم يستفيد ويكون يعني عارف الامور الاجتماعية والعادات والتقاليد والطبايع هذا البلد، وكذلك في التعليم. وعشان كذا احنا انا واخواني، وكان الحمد لله يعني تضمنا في المدارس والجامعات. لذلك انا تعلمت من الوالد ان كيف انا اهتم بعائلتي. بعد ما تزوجت وعندي اولاد الحمد لله وبنات، يعني تقريبا 4 اولاد وعندي 6 بنات. الله يحفظهم. وكنت دائما اهتم انهم يدرسون، يعني الدراسة هذا يعني شيء مهم، يعني بعد الصلاة وبعد يعني طاعة الله عز وجل وطاعة الوالدين، يعني الدراسة هي يعني مش شيء إضافي، أن شيء أساسي في حياتهم، وأن المواظبة على المدرسة وعدم الغياب، وأنهم يكونوا دائما متقدمين، مش يعني في الوسط أو الأقل، لا دائما نحتم على أنهم يكونوا متقدمين. فهم يعني تربوا على هذا الأمر واستمروا عليه، والحمد لله يعني الشباب يعني تقريبا اللي كملوا الجامعات، واللي كمل جامعة يعني من خارج الدولة، بعضهم دخل الدولة وفي أشغالهم الحمد لله وماشيين على نفس النهج يعني. نعم. سعادتك طبعا لاحظ
ان يعني ابائنا واجدادنا يعني في المرحله التربويه كانت الحياه بسيطه وكانت عمليه التربيه سهله لبساطه الحياه. يعني حاليا نحن نواجه عصر التكنولوجيا وعصر الحداثه وعصر العولمه. خبرني عن يعني أهم المراحل اللي مريت فيها في العملية التربوية، وطبعا توجيه وإرشاد أبنائك إلى طبعا النهج الصحيح والنهج يعني نهج آبائنا وأجدادنا. كيف قمت بهذه العملية مع وجود الحداثة وعصر التكنولوجيا؟ هل أن تحس أن الأزمان تختلف مع بعضها، أم هل هي هناك تشابه لوجود أصالة العادات والتقاليد؟ هي موجود، يعني كل اللي تكلمت عنه موجود. نعم. لكن كيف انت تاخذ الشيء تعلم اولادك انهم هم عندهم نظام، عندهم حياه، وعندهم مجتمع، وعندهم مستوى معين لازم هم يحافظون عليه. مثلا عندك القنوات، يعني كل القنوات موجوده، اوروبيه ولا عالميه ولا عربيه ولا من دوله الامارات. فهم يعني هم كيف يختارون؟ لازم يختارون اختيار الصح. شيء اي قنوات يعني فيها خلل بالاخلاق بالادب، وهنا هم لحالهم يعني إذا كانت بالصدفة من هنا يغيرون. نعم. لازم يتعلمون هذا الأمر. يعني صحيح. أنت ما تقدر تمنع المدخلات الخارجية، لكن أنت تقدر تمنع نفسك. صحيح. وتعلم أولادك في هذا الأمر أيضا بحكم يعني إحنا مجتمع ما شاء الله مثل ما ذكرت قبل 200 جنسية. نعم. ومجتمعات، ممكن في بعض المجتمعات لها عادات ولها تقاليد، لازم تتعلم ابنك هذا. أكيد. أنه عنده عادات وعنده تقاليد وعنده نظام للعائلة نفسها ونظام للدولة لازم هو يلتزم فيها. كثر ما تقدر تقنعه وتقدر تأثر عليه بأن هذا أنت هكذا لازم تكون، أنا أعتقد أن هذا الأساس. يعني راح يروح المدرسة يشوف ممكن من كل الجنسيات، راح يعرف أنه مختلف عنهم. صحيح. هو عنده عادات وعنده تقاليد وعنده يعني ويتحفظ على عاداته مثلهم، وقد يدخل مثل مسلم يدخل عند طلاب غير مسلمين. صحيح. كيف هو راح يميز إذا ما كان ما أخذ التعليم من البيت، من الأم ومن الأب، وعارف شو اللي له وشو اللي عليه؟ لأنه صغير إذا ما علمته ممكن ما يعرف. مثلا يشوف ناس يدخنون لازم يعرف أن لا، هذا ما يجوز، كان نظام إسلام وكان نظام العائلة، وأنه هذا يعني أنت من البداية تعلم ولدك على أنه الصح يعني. نعم. طبعا كل كثر ما نجحت، أو كل واحد يتمنى ولده أن يكون أفضل ما يكون، لكن كل ما نجحت أنت تأثر على ابنك هذا أو بنتك قد تنجحت في عادات والتقاليد والتعليم، أهمية التعليم، أهمية أن تأخذ الشيء زين وتخلي لي موازين. هذا كله كان أنا يعني غرسته في أبنائي الحمد لله، وأنا أعتقد أن هذا هو الأساس، وأن عندهم أهداف يعني كبيرة. يعني أنه يدرس ليش يعني، لازم يعرف أنه ليش يدرس. صحيح. إذا ما يعرف أنه ليش يدرس ممكن الدراسة هذه مش مهمة له. أكيد. إذا ما يعرف أنه ليش هو يلتزم بعاداته وتقاليده أنه يعني وعادات العائلة وعادات المجتمع وعادات هالإمارات، هو إذا ما عرف السبب الرئيسي ليش أنه ملتزم ما راح يلتزم. صحيح. فلذلك هذه الأمور نحاول إحنا يعني نغرسها في أبنائنا، وأعتقد أنها من يركز على هذا الأمر ويقنع ابنها أو بنتها أن هذا هو الطريق اللي لازم يتبعه وهذا الأسلوب وهذا اللي أنا، ويتابعه بشكل دائم ويتأكد أنه إذا حال، لأن الطفل ممكن أنت تعلمه شهر أو شهرين أو 3 شهور، يجي مثلا واحد نفس سنه في خلال يوم ممكن يغيره. أكيد. لازم أنت تكون متنبه. صحيح. يعني مثلا على سبيل المثال، يعني ابنك قاعد تتعلمه أنه لازم يشتهد ويجيب علامة عالية ويكون متفوق الصف. نعم. مثلا يجي واحد، وصارت هذه. نعم. يجي واحد مثلا عنده غير مجتهد، يقنع يقول ليش أنت؟ شو المشكلة إذا جبت 95 أو جبت 70؟ في النهاية أنت بتنجح. هذا الطفل الصغير ممكن يقتنع يقول صح ويتأثر. لكن إذا كنت قريب من ابنك واللم قريبة من ابنها، يوم تحس أنه صار هذا الأمر ويخبرها شو اللي صار، ويقول لازم تكون قريب منه عشان يخبرك شو اللي صار. أكيد. أنت تقنعه شو الفرق، هذا الفرق بكرة هذا أنت راح تشتغل وتكون مسؤول وتكون عندك إمكانيات وعندك يعني دخل وتقدر تفيد بلدك، وهذاك لا بيكون دائما ضعيف، وفي الوظيفة بيكون ضعيف، والمجتمع راح يكون ضعيف. بعدين هو يتغير يقول لا، أنا صح هو يجيب 70 وينجح، أنا يجيب 99 وانجح مثله، لكن أنا بكر في الجامعة راح أقدر أكمل، راح أقدر أكمل ماجستير، راح أكمل دكتوراه، عندما أدخل في الوظيفة راح أكون متفوق. أكيد. يعني هذا التلقين يعني، وأنا أعتقد هذا هو اللي بنتيجه، وكنت أنا يعني متبعه، وأنا أعتقد كثير من الناس يتبعون هذا الأمر،
وهذا مهم يعني. نعم طبعا هذا الشبل من ذاك الأسد، يعني هذه المقولة تقال لمن أحسن التربية ومن أحسن يعني الوصول إلى المسار الصحيح. القيم والعادات والتقاليد بما تفضلت فيها سعادتك تكلمت عنها وتكلمت عن أهمية غرسها في أبنائنا. خلينا نرجع شوي معاك للوراء، حياتك مع الوالد والوالدة، أهم النصائح اللي كانوا ينصحونك إياها، أهم المواقف اللي ما زلت تتذكرها وما زالت في ذهنتك، يعني في ذهنك عفوا دائما ودوما تتذكرها المواقف، يعني وتتمنى لو يعود فيك الزمن إلى الوراء لتقبل يد أبوك وأمك ورأسهم على هذه الكلمات الذهبية. والله إحنا سمعنا كلمات كثير أنك لازم تكون يعني تحب الناس، تقدر الناس، إذا شفت حد يعني تقرب وتعزمه في تعزمه، يعني الصلاة أنك تهتم بالصلاة، والصلاة شيء مهم، الدراسة أنها شيء مهم لمستقبلك. يعني كان في ناس يعني مثل ما كملوا دراستهم يقولون يعني بعضهم يحط اللوم على أهله، يقول يعني ما كان حريصا، ما كان الصحابي ما فيه الكفاية. فهذه الأشياء مثلا ترافق من ترافق الشخص اللي أحسن منك، ما ترافق اللي أقل منك. قد يكون الواحد يقول كان أرافق اللي أقل مني عشان يكون أحسن منه وهو صغير، صح، بس أنت يعني التوجيه اللي كنا نأخذه من نصيحة من الوالد والوالدة، لا أنت تروح عند الواحد اللي أحسن منك عشان تتعلم منه، تخاويه اللي أقل منك أو تشوفه عنده فيه أشياء ممكن ما تروح عنده. فهذه الأشياء كانت تفيدنا ودائما في بالي. وأيضا الارتباط بالمجتمع، الحضور المجالس، أنك أنت يعني كصغير كان الوالد حريص أنه يوم يكون عرس يشلنا عنده، إذا كان رايح مكان حتى لو أنا صغير يروح بي عنده، رايح مثلا المجالس الشيوخ يعني الشيخ زايد والشيوخ يعني أيضا بشكل عام يشلني معاه. فهذا هو يعني فائدة تحسبه بعد ما تكبر. فلذلك إحنا أنا دائما أشوف أن هذه الأشياء اللي شفت توعيبتني أحاول أطبقها في أبنائي. لكن مثل ما قلت أنت في فرق الحين، في تواصل اجتماعي، في وفي عصر التكنولوجيا والحداثة، التكنولوجيا والدخول الزين والشين يدخل عليك طبعًا. يعني في تلفونك ممكن يتصلون عليك ناس من برا يقول لك كلام مش صحيح، ممكن الشاب يتصلون عليه بنات من برا، ممكن العكس يعني. فكيف أنت هذه الأشياء لازم تطورتها من نصائح، لأن هذه النصائح ما راح تقال لك المنتهى قبل لأنها مش موجودة، لكن لما أنت توصل هذه التقنية لازم أنت تحمي أبنائك من هذه الأمر. فكانوا دائما يتابعونا، لازم تنام يعني ترجع البيت من وقت يعني يسألونك إذا عندك مشكلة على طول يحلونها لك. هذه كلها يعني أشياء نتذكر يعني الوالد والوالدة دائما حريصين على هذا الأمر. جميل جدا. خليني شوية يعني أدخل في سلوك وأسلوبك مع أبنائك. المتابعة والحرص والاهتمام ضروري من كل أب وأم على أبنائهم، ودائما أحيانا نحصل الأب والأم إنه يعني زادوا فيها الحرص لدرجة إنه مراقبين أبنائهم بشكل مبالغ يعني. فكيف هذه العملية أنت توضحها في عين الاعتبار، وكيف توليها من اهتماماتك؟ يعني كيف عملية الاهتمام والمتابعة لأبنائك والحرص عليهم، ولكن بحيث أنك ما تشكل لهم مبالغة كبيرة ويتحسسون من هالشغلة؟ نعم هذه مهم جدا، لأن فيه هذه يعني توفيق من الله في النهاية. نعم. ولكن الإنسان يستفيد يعني يشوف الناس، يشوف وبعدين يعني الأب والأم ممكن الأب يكون عنده شوية تشدد، الأم المفروض تكون تخفف من هذا التشدد، صح. يعني تعكس كلام أنها أقل. إذا مثلا لم تشوفها مثلا أنت متهاونة تحاول أنت تخليها، لا فيكون يعني الحمد لله الواحد يعني هذا الطفل عنده أب وأم، يعني الأب والأم كلهم يتساعدون في تربيته، فهم كأنهم يتشاورون مع بعض. يعني إذا هذا نقص هذا يغطي النقص اللي عند الأم، إذا الأم مثلا الأب نقص الأم تغطي. هذا العائلة اللي يطلع فيها الابن أو البنت يعني متميزين وزينين وزين طيبين يعني. فمثلا بعض مرات مثلا نقول حالات يعني مثل الولد شاطر، نعم، ممكن يجيب في الصف الثالث أو الرابع أو الخامس أو يجيب رقم معين، نعم، تلقى مثلا لو الأم يعني أو الأب يشد عليه ويزعل عليه، هو يعتقد أنه هذا الشيء ممتاز يعني شيء جيد، نعم. هذا طبعا سلبي، صحيح، يعني سلبي ويضر يعني. أنا في يعني في واحد أتذكره في الثانوية وهو بغاه لازم يجيب رقم معين، نعم، يجيب 98، الولد قاعد يجيب 95، يضغط على آخر شيء ما قدر يكمل الفصل فعلا، خلاص صار عنده
يعني فتور من فتور نفسية وصار يوم يكره الصف ويكره التدريس ويكره المراجع. يعني الأب لازم يعرف إمكانيات ابنه، إمكانيات ابنه في وسط يحافظ عليه في الوسط، إمكانيات ابنه فوق الوسط يحافظ عليه في مكان فوق الوسط، لأن الإنسان سبحان الله عنده إمكانيات أكيد. وأنت ما تقدر تخلق إمكانيات الله ما خلقها في هذا صحيح. الابن فلازم الجميع يراعي. أيضا العنف والضرب هذا ما يؤدي إلى نتيجة وليس أسلوب يعني تربوي يعتقد أنه صحيح، إلا إذا مثلا ضرورة جدا جدا قصوى يعني ويسمح فيها الاستخدام الضرب للإصلاح يعني الأشياء الكبيرة يعني. لكن إذا أنت مربيه من عندك صغير على الصح ومربيه على أنه هذا غلط وهذا صح ويعارف أن العائلة هذه يعني عندها ضوابط وهم ملتزم في هذا الضوابط أكيد. البيئة بيئة من العمل في بيئة عمل يقول لك بيئة عمل بيئة نعم. العمل جيدة الموظف هذا يجي ويشتغل بشكل جيد أكيد. بيئة العمل ضعيفة لو يجيك واحد زين يدخل في هذه البيئة ضعف. إذا العائلة جيدة الطفل هذا راح يكون جيد ويستمر ويكون ممتاز. لكن إذا أنا شفت يعني ولدي ما يغيب ودراسة ضعيفة أعرف أن عندي أنا مشكلة نعم. فلازم أعدل مشكلتي عشان تعدل مشكلة هذا الطفل صحيح. فيعني أنا أسلوبي في التربية العلم ما استخدمها لكن أيضا فيه خطوط معينة يجب عدم تجاوزها نعم. وإذا الطفل هذا عارف الطفل يفهم نعم. يعني عمره 3 سنين يعرف ويفهم شو المطلوب منه شو اللي مسموح شو اللي ممكن تتغاضى منه شو اللي ممكن تتغاضى منه. فهو لما يعرف أنت في أشياء لا تتغاضى منها مثلا نقول غياب طبعا هو يعرف أن العائلة هنا نظامها أن تغيب من المدرسة غير مسموح خلاص هو ملتزم بالقانون هذا. إذا غاب أول يوم ثاني يوم خليته وبعدين الشهر ذاك غاب وخليته غيرت أنت نظام حياته. فهذه الأشياء مهمة لكن في كل الأحوال العنف يعني مش مناسب. لكن في المقيد الثاني أنك لازم الطفل هذا مسؤوليتك وأمانة في عنقك أنك في النهاية يكون يعني يقدر يحصل دراسة جيدة ويقدر يتوظف ويقدر يفيد مجتمعه فتكون متوازن يعني في الأمر يعني أكيد أكيد وسلامتك. الله يسلمك ويسلم غاليك. طبعا أنا والله مستانس معك في الحوار سعادتك وما أبغي أختم هذه الحلقة ولكن قبل لا أختم أحب أوجه شكر موصول للي وصلني لك أنت شخصيا الأخ وليد الحميري مدير طبعا مؤسسة وشركة الوليد لتنظيم المعارض. نشكره من هذا المنبر اللي أتاح لنا الفرصة بتوصيلنا لك ونعمل معاك مقابلة ثرية جدا. والشكر موصول لك أيضا سعادة الشيخ الدكتور سالم بالركاض العامري. شكرا جزيلا على هذه الحلقة وهذه اللقاءات وأنا أترخص منك الحين. يلا السلام عليكم. يا مرحبا سهلا مرحبا شرفتونا مع السلامة. الله يحفظك شيخ. السلام عليكم. مع السلامة مرحبا. مشاهدينا مثل ما تعرفنا على السيرة الذاتية والحياة المهنية والحياة العائلية لسعادة الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري. تعرفنا على كثير من تفاصيل حياته وأيضا تعرفنا على كثير من إنجازاته اللي رسخها في خدمة أفراد المجتمع. مشاهدينا انتظروني مع ضيف جديد ومع بصمة إماراتية جديدة وفي أمان الله.